وجميع أحوالك أسجدتها عليك، أبعدت عني مع
جعلوني رباة لهم قد أسلمت وما خرجت وعيناي تحت من المسكنة صرخت إليك يا رب النهار وإليك أصرخت إليك ألعلك لأمواتي كأمواتي تسمع عجائب أم الأطباء يكلمونهم فيعترفون لك هل يحب الحق بالحب برحمتك والوقت الهلاك بحقك هل تعرف ظلم عجائبك وعدك في أرض المسيح وأنا إليك يا رب فلتتركك في أداة الصلاة لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني فقير أنا وفي الشقاء منذ شبابي وحين ارتفعت اقتضرت وتحيرت علي الجازة عزتك ومفزعاتك أتراجتني أحاط بي كالماء أنا ما كله فيحطني معا أبعدت عني سبيل قول قريبا ومعاني من الشقاء يا رب وإلهك الله في النهار سأذكر في الليل أمامك فلتكتب قدامك الصلاة أم الفتنة إلى فتنة بارك لي نفسي يا رب ويا جميع ما في باطني اسمك القدوس بارك لي نفسي يا رب ولا تنسي جميع مكافآتك الذي يغفر جميع عذابك الذي يشفي جميع أمراضك الذي ينجيني من فساد حياتي الذي يكلفني بالرحمة والرقة الذي يشفع بخيرات شهواتي فيتجسد كمثل شبابك الرب صنع الرحمات وقضى لجميع المؤمنين عرف موسى خلقه وبني اسرائيل بشهاده الرب رحيم ورؤوف طويل الأناة وكثير الرحمة ليس إلى الابتغاء يسر ولا إلى الدفع لا على حسب أثمنا عملنا وعلى ولا على سبيل قضايانا جزاك لأنه منذ ارتفاع السماء على الأرض قوى الرب رحمته على خائفين وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا سيئاتنا كما يرى الله على منه يرى الرب على خائفين لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب الحمد الإنسان أن يعمل كالعشب وكذب الحق في قبالك يا يوسف لأنه إذا أمر في كبيرك لا يكفر ولا يعرف ما أمره بعد أما رحمة ربي فهي في الدم وإلى الدهر على الذين يحبونه وعدله على أبناء بنيه الحافظين عن ذنب الباكرين والصيام يسمعون الرب هيأ عشرة السماء وملكوته يسود على الجميع بارك الرب يا جميع ملائكته المكسرين بقوة العاملين بقول جهد حميصة كلامه بارك الرب يا جميع القوات يا بشار العاملين الغالب بارك الرب يا جميع أعمال في كل يوم زيادة بارك يا نفسي الرب في كل يوم زيادة بارك يا نفسي الرب يا رب استمع إلى صلاتي وأنصت بحقك إلى قوتك استجب لي بعدك ولا تستسلم محاكمتي مع عبدك فإن الولد يمتد يا أمامك عقوبة لأن العقوبة أصبحت نفسي وأذلت أرض خيالي وأجلسني كنت ما كنت الموتى المقدس وأرجع علي روحي وطرب في يدي تذكرت أيام قديمة هددت في كل أعمالك وتعبدت في السماء يديك بسطت إليك يدي ونفسي لك أكثر من مسلمة أسفى فاستجب لي يا رب فاستني الموت لا أشرك بشرك عني في شرك وشرك الأبدين في الجنة اجعلني في غداك مجتمعا على رحمتك فاني عليك توكل اعرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها لاني اليك ارفعت نفسي اخبرني يا رب من اعدائي لاني قد لجات اليك علمني ان اعمل مرضاتك لانك انت ليالي روحك الصالح يهديني في ارض مستقيمه من اجل اسمك يا رب الرحيم بعدك تخرج من الدنيا وبرحمتك تستقصد اعدائي وتملك جميع الذين يمتنون نفسي لاني انا عبد استجب لي بعدك ولا تستسلم وحاكم مع عبدك استجب لي بعدك ولا تستسلم وحاكم مع عبدك روحك الصالح يهديني في الارض المستقيم المثل الاب والابن والروح القدس الان وكل الاوهام الى ان تزداد الى امين هللويا 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 بارك يا الله هللويا 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 بارك يا الله هللويا 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 بارك يا الله Oh.
تحصيل الودع انفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الاله. لك يا لك العزه ولك الملك والقدره والمجد ايها الاب والابن الروح القدس الان وكل وعد والى دار الدائرين. امين. تدفعون شيئا أئن العالم قد تبعه
فقدم هؤلاء النفوس لاجل بيت صيد الجليل وسالوه قائلين: يا سيدي نريد ان نرى يسوع. فجاء فيلبس وقال لاندراوس، واندراوس وفيلبس قال ليسوع. فاجابهما يسوع قائلا: حدثت الساعه ليتمجد ابن البشر. الحق الحق اقول لكم، ان تبقى حبه الحنطه في الارض وتموت فانها تبقى وحدها، وان ماتت اتت بثمر كثير. من احب نفسه فانه يهلكها، ومن اغضب نفسه في هذا العالم فانه يحفظها لحياه ابديه. ان كان احد يخدمني فليتبعني وحيث اكون انا فهناك يكون خادمي، وان كان احد يقبلني يكرمه. الان نفسي قد اضطربت، فماذا اقول؟ يا ابي نجني من هذه الساعه. فجاء صوت من السماء: قد وجدت وصمت جدوى ايضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: انما كان رعد. وقال اخر: قد كلمه ملاك. اجاب يسوع: ليس من اجل كان هذا الصوت، ولكن من اجلكم. قد حضر الدين من هذا العالم، لان ثم رئيس هذا العالم خارجا، وانا اذا ارتفعت وإنما قال هذا ليدل على يده إذ كان مسمعا أن يقودها. فأجابه الجمع: نحن سمعنا بأن موسى أن المسيح يدوم إلى الأبد، فكيف تقول أنت وأنه ينبغي أن يرتفع ابن البشر؟ من هو هذا ابن البشر؟ فقال المسيح: إن المرى معكم زمانا يسيرا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، لأن الذي يمشي في الظلام لا يدري أين يتوجه. ما دام لكم النور فأنتم بالنور لتكونوا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى وتوارى عنهم، مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات كذا عبيدة لم يؤمنوا به. ليتم قول الشياطين الذي قالوا: يا رب من يصدق ما سمع منا، ولما نعلن الذراع الرب. ومن اجل هذا لم يقدروا ان يؤمنوا، لان الشيا قال ايضا: اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ولا يفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم. قال الشيا هذا لما راى مجده وتكلم عنه، ومع ذلك فان كثيرين من الرؤساء ايضا آمنوا به، ولكنهم من أجل الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يخرجوا من المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس على مجد الله. فصاح يسوع وقال: من آمن بي فليس يؤمن بي بل بالذي أرسل به. ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني. أنا نورا أتيت إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يخرج الظلام. وإن كان أحد يسمع أقوالي ولا يحفظها فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل ليخلص العالم. من رذلني ولم يقبل أقوالي فإن له من يدينه. الكلام الذي نطقت به وأدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني وأعطانا الوصية بما أقول وبما أنطق. وأعلم أن وصيته هي حياتنا الأبدية، والذي أتكلم به فكما قال لي أنا هكذا أتكلم به. أشكرك يا رب.
لكي تصدق في أقرارك وتطلب في محاكمتك. هذا الذاكر الذي وبصلى أولدتهم لي، لأنك فتحت الحق وأوضحت لي موامض حكمتك ومستوراتها، فاصبحت بالسوق فأظهر تقسم الأبيض أكثر من الثلج، تشبعني معجزة وسرورا فتبتعد عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي واغفر كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق لي يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من امام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. احج بحث خلاصك وروح الرئاسه مني، وعلمنا لم نتركك والكفره اليك يرجعون. نشيل من الدماء يا الله الى خلاصي، فيرتعد لساني بعبدك. يا رب افتح شفتي فيخبرك من تسبحتك، لانك وترت الذبيح على كل ذا نواقي، لكنك لا تغرب المحرقات. الذبيحه لله تحب الصحن، القلب المتخشع والمتواضع لا يقول الله. اخزف يا رب بمسره الطيب، ولتبنى اسواره شديد، حينئذ تسر ذبيحه العبد قربانا محرقا، حينئذ تقربنا على مذبحك العدو. Bye.
الأطلب. يا ملائكة الله خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا الكتب القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البذلة مريم مع جميع القديسين لنودي أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لأنك أنت ملك السلام ومخلص نفوسنا ولك نرسل الماء أيها الأب والابن والروح القدس الآن كل وان وإلى دار الدائرين. أخطأت إليك أيها الصالح أكثر من الثانية ولم أقرب لك فيضان دموع قط، لكن بصمت وسكون أجد لديك طالبا وأقبل قدميك الطاهرتين بشوق لكي تمنحني أيها المخلص بما أنك السيد محو خطاياي صارخا أنقذني من حمأة أفعالي. من حمأة أفعالي. إن المرأة التي كانت فاجرة فيما سلف فطارت قبلة عفيفة ماقطة أفعال الخطيئة القبيحة ولذات الجسد مفتكرة بكثرة الخزي ودينونة العقوبات التي يكابدها الزنا والفجار الذين أنا أولهم، فإنني أهلع من ذلك لكنني ثابت في عادات الرديئة أنا الجاهل. وأما المرأة الزانية فهربت خوفا وحاضرت مسارعة وأتت هاتفة إلى المنقذ: أيها المحب البشر أنقذني من حمأة أفعالي. من حمأة أفعالي. في يوم الأربعاء العظيم المقدس فرض الآباء المتوشحون بالله أن نصنع تذكار المرأة الزانية التي دهنت الرب بطيب لأن ذلك حصل قبل الآلام ببرهة جسئية. إن المرأة الزانية لما تقدمت إلى المسيح وأفاضت على جسده الطيب سبقت فرسمت المر الذي حنطوا به نيقوديموس في يوم دفنه الرهيب. لكن أيها المسيح الإله الممسوح بالطيب العقلي أعطقنا من الآلام الكثيرة وارحمنا بما أنك وحدك قدوس ومحب للبشر. آمين. إن الأتون قد قرم وثم سبعة أضعاف في قوة أمر المنتصر الذي فيه لم يفترق الفتيان، لكنهم توقعوا أمر الملك وهتفوا: سبحوا يا جميع أعمال الرب للرب وزيدوا علوه إلى جميع الأكثر. المجد لك يا إلهنا المجد لك أيها المسيح. إن المرأة طيبا كريما على هامتك الإلهي الرهيب السيدية وضبطت قدميك الطاهرتين بكفيها الدنيستين وهتفت: سبحوا يا جميع أعمال الرب للرب وزيد إن الحاصلة تحت جريرة المآتم رحضت قدمي الخالق بدموعها ومسحتهما في شعرها. لذلك لم تزل من الخلاص عما اجترمته في عمرها من الخطايا
فلا تخاف سبح يا جميع أعمال الرب الرب وزيد علوه إلى جميع الأدوار أنا وكل أوان وإلى دار الخير ضمين لقد أكمل الفداء للشكورة العزم من جوار Oh.
يقول أنه أطرق
Yeah.
Amen.
Oh.
الآن وفي وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثاني القدوس ارحمنا يا رب وخطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتك يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لكن بصمت وسكون أجدو لديك طالباً وأقبل قدميك الطاهرتين بشوق لكي تمنحني أيها المخلص بما أنك السيد. ما هو خطاياي خالصاً تنقذني من حماة أفعالي. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وفي الأوان وإلى دهر الداهرين أمين. يا من يكرم الشرقيم وارحم شمرك يا سيد السرافين. يا من لا يملك رسالك ولست كلمه الله حقا انك والد الهي اجل معظم. باسم الرب بارك ايها السيد. المسيح الاول الذي هو المبارك كل الهنا وكوانا لدى الدارين. امين. ايها خالق مالك الشمال صدر ملوكنا المؤمنين صادق المانا ساكن الامام اتي على علما سلاما اخوص هذه الكنيسه المقدسه كيفذا زايده رادب اراكزين من باين اخواتنا في مساكن الصديقين واقبالنا بداو بالاعتراف بمعنى كصالح والمخيب للفساد. ايها الرب سيد حياتك جميع قديسك حولنا وخلصت بمعنى الصالح من روح البشر. Thank you.